السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نلتقي على الخير والمحبة دائما. رغد مرة أخرى التي أكدت في حديث لها أنها سيكون لها دور سياسي كبير في عراق 2022، في عراق ما بعد نظام أبوها الطاغية المقبور صدام حسين، كما أكدت أن رفعت أبوها سيعود إلى بغداد باستقبال عسكري وجماهيري مهيب. هذا ما أكدته رغد ابنة المقبور صدام، معتبرة أن الاحتفاء بأبيها مثله مثل الاحتفاء بأي رمز وطني في دول العالم. أيها الأحبة، هذا ما جاء في حديثها لقناة المشهد في برنامج استوديو العرب. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أيها الأحبة، كما اعتدنا أن نقرأ مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان بنت صدام الجرذ وداء العظمة، نعيم الهاشمي الخفاجي. بنت صدام الجرذ وداء العظمة، الكاتب نعيم الهاشمي الخفاجي. تابعت حوار قناة طائفية مع ابنة الجرذ رغد، وتحدثت من العاصمة الأردنية في وقت الأردن تقتات على أموال الشعب العراقي، وكان يفترض بالحكومة الأردنية الكف عن السماح لحثالات عائلة صدام الجرذ في الحديث عن الوضع العراقي وعدم جرح مشاعر الغالبية الساحقة من أبناء الشعب العراقي الكارهين لصدام الجرذ. تحدثت ابنة الجرذ وأشادت بأبيها صدام الجرذ، ووصفت حقبة حكمه في الزمن الوطني والنضالي والذي ترك بصمة جيدة في الذاكرة العراقية. شر البلية ما يضحك. نعم، بصمة سوداء لم ولن تطهر حتى لو غسلت بمياه زمزم ومعها مياه كل المحيطات والبحار. كلام بنت الجرذ بقولها أن الشعب العراقي يستقبلها بالورود دليل أنها مصابة بمرض داء العظمة النفسية. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الدكتور جميل رماح الحسناوي الباحث والأكاديمي عضو مركز القمة. مرحبا بك دكتور. الباحث والكاتب في الشأن السياسي الأستاذ صباح العقيلي عضو مركز الهدف. مرحبا بكما ضيفين كريمين. دكتور جميل، 20 سنة مضت على سقوط نظام صدام، 20 سنة مرت على سقوط البعث، ألم تكن كافية لاجتثاثه من الواقع السياسي العراقي؟ واقعا يعني المدة ليست بهذه الحسابات أستاذ علاء. يعني أحيانا المدد لا تؤثر في عملية البناء الفكري. أنا أقول إنه الأرضية لو لم تكن رخوة يعني لما تحدثت يعني رغد أو غير رغد أو تجاوزت بعض الخطوط وتلاعبت مشاعر العراقيين بهذا الحديث الذي سمعناه. لكن هنالك أرضية رخوة في العراق، يعني منذ عام 2003 وصعودا على المستوى السياسي على المستوى الحكومي هنالك مجاملات سياسية. يعني الديمقراطية التي أتت بها الولايات المتحدة كانت وبالا على العراق، وبالتالي هذه الديمقراطية تحولت لدى قادة البلد وقادة الحكومات العراقية إلى انبطاح حقيقي في كثير منها. يعني ذكر في حكومات 2005 وصعودا كان كثير من يعني تقصد نظام ما بعد 2003 كان متراخي اليد مثلا؟ جدا متراخي جدا، بل وأبوابه يعني أبوابه مشرعة للكثير من البعثية العتات يعني الذين شهدناهم ونعرفهم بالأسماء في الحقبة التي عشناها نحن. نحن عشنا هاي الحقبة أستاذ علاء. يعني حكومة ما بعد 2005 كانت كثير من الأسماء البعثية في مناصب وزارية وفي مناصب مهمة في رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء العراقي، وبالتالي يعني كيف يتم محاربة أو تجريم حزب يعني قام بقتل العراقيين على مدى 35 عام ويعود يعني أفراد منه للعمل داخل السلطة. يعني ما مدى أفهم شنو يعني هذا الموضوع، يعني الكلب مكيالين كيف يعني؟ يعني مثلا أنا مجرم، هذا حزب مجرم ودمر العراق على مدى 35 عام، يعني دمر العراق بكل ما للكلمة من معنى على كل الأصعدة.
واجى انا اعضاء مهمين، يعني اعضاء قيادات مهمه تعمل يعني داخل الدوله العراقيه. هذه وضعت ارضيه رخوه، بالتالي هذه الارضيه الرخوه داخل العراق على المستوى الامني، على المستوى السياسي، على المستوى الحكومي، جعلت رغد وغير رغد تتطاول وتتحدث بهذه اللغه وتعود كالفاتحين، يعني تتحدث انني اعود كالفاتحين. واقعا رغد ليس لها ميزان في ميزان القوى او حتى المؤثر مهم، لكن الاشكاليه ليست في رغد، الإشكالية في تلك الخلايا النائمة التي ما يعني ما زالت تعمل من داخل العراق أو من خارج العراق. واقعا نراها على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أنا أتذكر في قراءة لواحد من وزراء الخارجية العراقيين في زمن عبد الكريم قاسم، صادفت الذكرى السنوية للعيد الوطني البريطاني، فقال لهم عبد الكريم قاسم كان مجاز الوزير، فعبد الكريم قاسم قال لهم انطوني ورقة، انطوني الكليشة اللي عندكم خلي ندز للسفارة. فكانت الكليشة مكتوب بها يشرفنا أن نبعث لكم كذا. فعبد الكريم قاسم شمر الكليشة، قال لهم إذا يشرفنا لعد ليش سوينا عليهم ثورة الجماعة، إذا إحنا ما نجتثهم لعد ليش ما هذا الدماء كلها اللي نسفت. ما أعرف هي هاي يعني ملايين الدماء اللي نسفت بسبب هذا الحكم الجائر الدكتاتوري المدمر. احنا جاء جامل على حساب الشعب. الخلل وين تصورك؟ الخلل في الديمقراطيه المشوهه اللي يعني يمكن انا اعتقد الاخوه السياسيين والمساهمين بالعمليه السياسيه اعتقد بالنسبه لهم ديمقراطيه مشوهه، يعني ما يعرفون شلون يتعاملون وياها، ما يوائمون هذه الديمقراطيه مع المصلحه الذاتيه للعراق مع وضع العراق. يعني هنالك احنا الديمقراطيه اشكاليتنا شنو بالمنطقه العربيه استاذ علاء وليس في العراق فقط. نعم احنا نستورد جاهز من الغرب، يعني ما نجي نحسن عليه بحسب واقعنا الاجتماعي، واقعنا السياسي الاقتصادي، نجيب نظرية مستوردة من الغرب وتعالي تطبقها بالعراق. يعني ما ترهم لي أنا عندي أصول مختلفة، ديانة مختلفة، وضع اجتماعي مختلف. هذه الديمقراطية التي أتت من الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما رأينا حراك وسلوك السياسيين الأمريكيين نفهم حراك وسلوك السياسي العراقي بقضية المجاملة والانبطاح للآخر من أجل الوصول إلى سدة الحكم أو الحصول على الكراسي. أستاذ صباح، بين فترة وأخرى يطل علينا كما يقال قرن الشيطان، قرن البعث، وحقيقة الأمر هذا الأمر يريد كأنه يحاول أن يؤكد وجوده المعنوي المادي ربما من خلال المتصابية رغد. يعني هي شنو الرسائل اللي يمكن أن تبث من محاولة إظهار رغد بين الفترة وأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ علاء ولي مرحبا الكريم دكتور جميل ولقناته مشاهدي الأيام. مرحبا لي. يعني هذه الرغد أنا أعتقد هي لا تمثل كشخصية مثل ما تفضل أستاذ جميل شخصية سياسية ولها باع، وهي تعلم جيدا بأن ما حدث داخل العائلة التكريتية كما يقول صار تقاتل فيما بينهم، وبالتالي حتى على المستوى العائلة التكريتية هم متقاطعين فيما بينهم أصبح دم. إذا أنا أعتقد هذه الشخصية هي لا تمثل طبقة عشائرية ولا تمثل طبقة اجتماعية، كل ما هنالك محركات خارجية تحرك رغد كما حركتها في 2021 عندما ظهرت على قناة العربية. وكان هنالك تسريب وقالت لهم ماذا تأمروني، يعني بماذا أسوق لكم الخطاب الذي يناسب قناتكم. إذا أنا أعتقد هي لا تمتلك الوطنية ولا تمتلك أي عمق حقيقة سياسي ونظري أو أكاديمي أو حتى كاريزما. إذا أنا أعتقد بأن الدعم لهذه الشخصية قد يكون وراءه أهداف لجهات خارجية. يعني نحن نذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما أقامت مؤتمرات لحزب البعث المحظور في نيويورك وفي واشنطن، واحنا تحدثنا بهذا. اذا انا اعتقد بان ما وراء رغد هنالك اهداف لجهات خارجيه هي تحرك رغد بهذا الاتجاه وتختار الخطاب المناسب، مثل ما تفضل في بدايه حديثك بانه سوف يرجع جثمان ابي واستقبالا رسميا ومهيبا كبكبه. هذا حقيقه هذا استخفاف بعقول العراقيين اللي هو الآن نحن عشنا في قد يكون بعد 2003 يعني صباح يعني لم يشهد حقبة صدام المقبور، وكيف كان يعامل أبناء شعبه، ضربه بالكيمياوي
قتل أبناء شعبنا في الانتفاضة الشعبانية، دخلنا في حربين خاسرة وباطلة. صباح، أنت تنفي الفواعل الداخلية؟ نعم، تنفي الفواعل الداخلية؟ أنا لا أنفي، بالعكس أنا أتصور بأن الفواعل الخارجية والمحركات الخارجية ممكن أن تكون لديها أدوات داخلية هي تحرك بهذا الاتجاه. وحضرتك ممكن لحد الآن هناك مشكلة، يعني مثل ما تفضل سيد جميل، هناك إشكالية في قضية الديمقراطية. يعني هناك مئات من المواقع يروجون للحزب البعث، وإحنا مثل ما نعرف بأن هناك تجريم موجود في الدستور العراقي ويحكم بعشر سنوات. هناك تمجيد بالمقبور صدام، وأنا بأم عيني أنا أشوفها في هذه المواقع. إذا أنا أعتقد بأن يعني جانب المحاسبة مهم جدا لقطع الطريق على كل محركات خارجية تحرك الداخل من أجل إيجاد فتنة. شنو رأيك بالسياسي الذي يوصف بأنه سياسي كبير يحاول أن يهون قضية يعني دخول رغد على الخط السياسي ويسوق لها ربما أنه ماكو ضير إذا اشتغلت سياسة وماكو ضير إذا عادت ومارس الدور؟ يعني أنا أعتقد هذا من يصرح قطعا دليل بأنه يتشابه في التوجه مع رغد ومع الجهات الخارجية التي تدعم مثل هكذا. يعني أنت مثل ما تعرف يعني الدولة العراقية بعد 2003 واجهت تحديات كثيرة، قضية الإرهاب، وبعدها قضية داعش، وبعد داعش تشرين، والآن هنالك قضية هذا التسويق، قضية رغد، وإيجاد أنا أصور بأنه إيجاد أزمة داخلية ممكن أن تروج لهذا الفكر. لكن على المستوى الواقعي لدينا قوانين تجاه رمح حزب البعث المقبول، لدينا أنا أعتقد بمنظومة إعلامية كبيرة كلها تتفق باتجاه بأنه عدم فسح المجال لهذا الفكر شوفيني، الفكر اللي هو قتل أبناء الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه. ماذا نستذكر حلبشة، نستذكر الأنفال، نستذكر الانتفاضة الشعبانية، نستذكر قادتنا وسادتنا ومراجعنا محمد باقر الحكيم، محمد صادق وعائلة الحكيم. كل هذا حقيقة بأنه هو يعني مسيرة دموية لا تنسى حقيقة، والتاريخ لن ننساهم، بل هي حقبة سوداء لم يشهد أبناء الشعب العراقي من حتى من زمن الفراعنة. إذن أنا أعتقد يعني هي محاولة بائسة أنا أتصور من قبل رغد، وهذه هي محاولة، هي أعتقد بأنه إيصال رسائل. قد تكون هذه الرسائل هي للحصول على مكاسب سياسية أو جانب من الضغط لزعزعة الداخل من أجل تسويق بعض الشخصيات لاختراق العملية السياسية من خلال مثل ما تفضل أستاذ جميل بأنه بعض الشخصيات البعثية لحد الآن هي موجودة. الأستاذ صباح العقيلي، الدكتور جميل الروح، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الآخر الذي حمل عنوان البعثيون صفحة سوداء انصرمت وبلا عودة، مانع الزاملي. البعثيون صفحة سوداء انصرمت وبلا عودة، الكاتب مانع الزاملي. بين آونة وأخرى تتناقل أوساط خبرية وسياسية أنباء عن عودة تنظيمات ومكاتب لحزب البعث، وتعطى لهذه التنظيمات أحجام وهيكليات، وكأن حزب البعث حركة إنقاذ لمشاكل العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أو هكذا يحلو لهم أن يروجوا. وسوف أحاول أن ألقي الضوء على هذه المزاعم والإشاعات والتهويل الذي يراد منه بلبلة الرأي العام وزرع الشكوك في النفوس بأكاذيب لها أول ولا آخر لها. إن حزب البعث محظور قانوناً باعتباره كياناً عنصرياً إرهابياً وصادر في جريدة الوقائع العراقية في العدد 4420، والقانون الذي صدر في المادة أولاً منه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من انتمى إلى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآرائه. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وجد الترحيب بضيوف الأكاديمي. دكتور جميل، باعتقادك شنو دور فعل الأردنيين لاحتضانهم لرغد
وسمح لها بممارسة دور سياسي معادي للعراق. يعني ألا تشم من ذلك يعني رائحة ابتزاز سياسي؟ يعني ليس فقط ابتزاز سياسي، وإنما يعني مرحلة ضغط، لأنه الكل يعلم أنه الأردن منخرطة في المعسكر الأمريكي حقيقة. اليوم موضوع الاتفاقية التي حدثت بين الجمهورية الإسلامية والسعودية والمتغيرات السياسية والجيوسياسية، يعني الجيوبوليتيك اللي اليوم تتغير في المنطقة، جعلت الولايات المتحدة تحاول أن تضغط. يعني الأردن ضمن هذا المنوال، لكن الأهم يعني دعنا هسه من موضوع الولايات المتحدة والأردن كدولة. أنا أتذكر ساجد الريشاوي، نعم، العراقية، نعم، الإرهابية اللي زوجها فجر نفسها في الفندق، وهي يعني ما استطاعت فجر نفسها. نعم. القصة الحقيقية وراها أنه هي رجعت انهزمت للعراق في منطقة الأنبار. نعم. والمخابرات شو اسمها الأردنية اخترقت الحدود العراقية وسرقتها سرقة من العراق وراحت وحاكمتها وعدمتها في الأردن. طيب يعني لما الأردن يعني يريد يحمي الأمن الداخلي بها الطريقة، طيب اليوم رغد عراقية تحمل الجنسية العراقية، وهي المفترض هنالك اتفاقية انه رغد، اوكي انت يا اخي استضافيته، هذا يعني مو تدعم ارهاب في في دولة مجاورة، والدولة المجاورة تغذيك بالنفط، انت ثلثين ميزانيتك من العراق، انا اعطيك نفط مخفض وعدي هذا، وانه برد اسحب من عندك كهرباء، تجي يعني تقدم لي هذا الملف وجه بوجه. هاي الإشكالية مو بالأردن أستاذ علاء، الإشكالية بالسياسي المنبطح العراقي، اللي طبعا اللي ما يضع حدا لهذه التجاوزات على المستوى الدولي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي. ولو شنو الأردن أنا تعال يعني صدر الإرهاب، احنا هنا على قصة، أنا أعتقد أنا وأنت نعرف أستاذ علاء أنه رغد في حادثة سبايكر كانت فعليا موجودة في صلاح الدين، وهي من أشرفت على قتل هؤلاء. عدد كبير من المجرمين أشاروا إلى وجودها في حادثة سبايكر. أحد النواب وهو نائب معروف، هو من منطقة صلاح الدين، الرجل قال من قام بالجريمة هم أعضاء حزب البعث، ولاحقا أرصقت بداعش الجريمة. طيب آني اليوم لما الخطاب على المستوى السياسي والإعلامي بهاي الطريقة، يعني هذا ممكن يخلق لسبايكر مرة أخرى؟ زين أنا عندي قانون عام 2016 صدر يجرم هذا الموضوع، ليش ما عن طريق الانتربول يعني قدم قضية وأدول القضية إذا كان الموضوع بهالمستوى؟ دكتور جميل، والاستثناءات اللي إحنا استثنيناها، النظام الجديد الذي استثنى عدد كبير من البعثيين وزجهم في وظائف عليا، مو هي احنا استاذ علاء، انا اسمح لي، احنا واحدنا هسه، ليش قلت لك من البدايه احنا واحدنا مثل تفال السماء، يعني هاي المشكله، مو هي الوجعه منك بيك، الحمه تجيك من الرجلين، سياسي مالتي منبطح على مود يحصل له كرسي، دي جامل البعثي ودي جامل فلان وعلان على حساب دماء ابنائي واولادي وشبابي، وبالتالي هذا الخطاب اللي ممكن يوصل للعراق وممكن يخلق أزمة سياسية داخلية أو يخلق جريمة إرهابية ممكن أن تحدث، والسياسة متونس، والله أنا حزب عنده كذا مقعد وكذا وزير وكذا مدير عام درجة خاصة. هاي الإشكالية الكبيرة أستاذ علاء، لو كان هؤلاء عراقيين بالفعل ويخافون على دماء شبابهم ما تصرفوا بهذه الطريقة وما سكتوا على هذا التجاوز على بلد وعلى مثل العراق هذا المطنب في التاريخ حقيقة. يعني أستاذ صباح، أنا سألت الجناب الدكتور يعني في موضوع الابتزاز السياسي وشنت رأي حقيقة الأمر، يعني بتصوري كنت حاصرة بقضية الأردن، لكن هو فتح مسرب آخر اللي هو ربما أن الفاعل هو أردني أمريكي بالدرجة الأساس بأداة أردنية. أريد مقاربة بين موقف الأردن البعث الإرهاب الأمريكان. يعني نحن نتفق بأن الأردن هو جزء من المحور الأمريكي في المنطقة، هذا بدون شك، وهذا حقيقة حد الآن هنالك يعني معسكرات كانت تعد لداعش، بل الزرقاوي من أين هو الزرقاوي؟ أليس من منطقة الزرقاء؟ وليس الزرقاء نعم، قتل أبناء الشعب العراقي هو كان يتبنى، يعني الكثير من الأمور. أنا أعتقد بأن يعني الأردن لا تبتز العراق لوحده لولا وجود دعما امريكيا لابتزاز الدوله العراقيه، وهذه الضجه اللي حدثت بمد انبوب البصره ميناء العقبه، وهذا اللي كنا تحدثنا حقيقه عن عدم جدوى وبانه هذا يكلف الموازنه او الدوله العراقيه اكثر من 17 مليار ومردودة بشكل كبير جدا يذهب إلى الأردن.
هل هذا يعني هنالك ميزان مصلحة نستطيع أن نسير باتجاهه بأن نجد المصلحة مصلحة الدولة العراقية؟ مثل ما تفضل أستاذ جميل، نحن نعطي النفط ضمن أسعار تفضيلية. هنالك في حكومة عادل عبد المهدي، أنا أتذكر بأنه كان هناك قائمة أكثر من 300 مادة مرفوع عنها الجمرك، مواد تجارية تدخل من الأردن إلى العراق، إعفاءات يعني إعفاءات جمركية. ولحد الآن الأردن هي تعتمد بشكل كبير جدا على وارداتها من العراق، لكن المؤسف ليس رغد فقط، بل هنالك رموز صدامية في الأردن، هنالك رموز بعثية، وحتى نفس هي الأردن كانت تتعامل بطائفية مع أبناء الشعب العراقي عندما كانوا يدخلون، كان يتم سؤاله هل أنت من هذا الطائفة أم من هذه الطائفة؟ إذا من هذه الطائفة قل خذ جوازك وأرجع. إذا أنا أعتقد بأن القضية ليست بحجم الأردن، ودليل بأن العراق لحد الآن يعني مؤسف إحنا نتكلم بهذا الطريقة بأن نقول بأنه أسلوب انبطاحي حيال الأردن، ويفترض بأن تكون العلاقات الخارجية ضمن موازين المصالح المشترك. أنت تحافظ على مصالح، حافظ على مصالح، تضرب مصالح ضرب مصالحك، هاي معادلة موجودة. يعني هل يعني الأردن تأتينا بالمعارضين وتأتي برغد وتتبجح وتتهدد الدولة وهي مجرمة في قضية مجزرة سبايكر، ولحد الآن يعني لا لم نجد هنالك ردا مناسبا من قبل وزارة الخارجية العراقية مثلا؟ كل ما هنالك القنوات الوطنية المخلصة مثل الأيام هي تطرح مثل هكذا أمر. إذا نحن نعول كثيرا على الموقف الرسمي، الموقف الرسمي ممكن أن يوقف الجانب الأردني من تمادي، من استخفافه به واستفزاز المشاعر أبناء الشعب العراقي اللي تعتبر هي بنت المقبور قاتل أبناء الشعب العراقي. إذا هذه القضية نتخلص من كروكر، اللي تقرير كروكر اللي كبل العراق بكل هذا اللي أنت أشرت إليه، يعني نفط، إعفاءات جمركية، إعفاءات ضريبية، إعفاءات كذا. يعني كروكر أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة عندما وضعت هذا الرؤية الاستراتيجية هو عنوانه مستقبل العراق ما بعد مستقبل العراق، السفير الأمريكي السابق يعني أنا قرأت، يعني ليس كل التقرير، يعني قرأت التقرير فيما يخص علاقات العراق مع اللي يبين بأنه العراق لابد أن يكون باتجاه العمق العربي بعيدا عن الحضن الإيراني هكذا يقول. لا هو التقرير أشار بصراحة، لكن هذا لا يعني بأنه نعم لدينا ممكن تكون لدينا علاقات متوازنة مع عمقنا العربي. استاذ صباح، أنت تعرف أنه اتفاقية وادي عربة أكو تعهدات أمريكية لمعونات مالية للأردن، فكان المقترح أن تتنصل الولايات المتحدة وتلقي بهذه الأحمال على الكاهل العراقي، يكون هو البديل عن الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم المال عبر مشاريع من قبل العراق. وهذا اللي قاعد يحدث، وهذا اللي ما تفضلت يعني. أسألك شو وقت ليس العراق فقط يعني. بالمناسبة حتى دول الخليج يعني أنت تعرف بأنه مقصود لسنويا 5 مليار في موازنته السنوية هي تأتي مساعدات من الولايات المتحدة إتاواتية في الواقع. إذن أنا أعتقد بأنه العراق الآن هو يدفع ثمن تطبيع الكيان، تطبيع الأردن مع الكيان الصهيوني، ويعطي نفط ويدخل البضائع الأردنية، والآن يستورد الكهرباء، وهذا مضحك حقيقة بأنه يعني يستورد هيك، يعني ما أعرف يعني استخفاف بعقول العراقيين، يعني نستورد احنا من الاردن العراق، هذا العراق العظيم، هذا العراق اللي ماي ارو استاذ صباح، ماي ارو من الاردن مشكلة. بالاضافه الى قضيه الطرح وقضيه الاشكاليات بانه مد انبوب البصره العقبه، وهذا يخدم الاردن. اذا انا اعتقد الان هذه المعادله تتحكم بها الولايات المتحده الامريكيه وهي تحرك الان يعني باسلوب الفرض على الحكومة العراقية وعلى باقي الدول، لابد أن يكون هنالك تسهيلات، أن يكون هنالك تعامل خاص مع الأردن، وهذا جزء دليل تكريم للأردن بسبب تطبيعه. هذه القضية، القضية الأخرى طبعاً لأنه الأردن لها دور كبير جداً في تطبيق استراتيجية الأمريكية، وكذلك في قضية
دعم الكيان الصهيوني باتجاه التطبيع في المنطقة. نعود نحكي بهذا دكتور جميل. بعد كل اللي صار صدام حسين اللهم لا شمات، يعني ما الذي تهدف إليه بقايا أسرته في محاولة تصنيع رغد؟ حسين وين صدام حسين؟ أنا شفت الفيديو بعيني، أقارب إجوا من صارت موضوع هم نبشوا، هو نبش قبره ونطول الحيوانات. هسه إحنا هذا إحنا يبقى البعث يصدر علينا كذوبات. هسه أيام زمان كانت جريدة الثورة والجمهورية ونصدق، بس أقوم محاولة لصناعة شخصية ويجربوها في الكاريزما. إحنا تعودنا، يعني إحنا عشنا طفولتنا وشبابنا ومراهقتنا في ظل حكم حزب البعث الفاشي حقيقة. تعودنا على كاذيب، يعني احنا نتذكر، انا اتذكر جيدا يعني جابوا احد الهاربين من الجيش مسكين عدموه مقابل بيتنا وتم اعدامه بالاطلاقات هذا، وشيعوا على انه عميل وجاي يفجر. هذا الحكي بالثمانينات 84 85 والرجل فار من الخدمه العسكريه. ما هذا، هذه الاكاذيب اللي يصدرها حزب البعث وهذا الفكر يعني الهابط. احنا ما يعني ما تمشي مثل علي وعلى استاذ صباح وعلي، ممكن تمشي على يمكن هالاجيال البسيطه اللي هسه رايح ويلعب لبوبجي وعلى الفيسبوك وما يعرف التاريخ حقيقه. هاي محاولات بائسه لن تستطيع. لكن الفكره الرئيسيه من هذا الموضوع هو هزه للداخل العراقي. اليوم ما ان رات انه الحقيقه بعض الكتل السياسيه بدات تدعم رئيس الوزراء العراقي، بدا السيد السوداني يتحرك بشكل حقيقي وواقعي باتجاه حلحله الامور وحل الازمات بالعراق، حل الأزمات بالمنطقة إقليمياً. اليوم بدأت تتحرك هذه الهزات، وبعد انتظر راح تجينا هزات. يعني أنت ما تعتقد أنه هذا يرتبط بطموح شخصي لدى رغد في أن تحل محل؟ لا يمكن، لا يمكن أستاذ علاء. الأرضية غير مهيئة من تكون رغد. ناس فطاحل بالفكر والسياسة اليوم ما عاد تنجح بالعراق. هؤلاء ناس مهووسين بالسلطة، يعني لو مو مهووسين لو تدعمها الولايات المتحدة نفسها الأمريكية ما تقدر تاخذ سلطة. اليوم أنا واحد من الناس، اليوم أنا مستعد أخرج عن كل النواميس والقوانين وأطلع قاتل برشاشتي من يوصل الموضوع اللي يجي. أنا أجيب لي أنا قاتل مرة أخرى، قتل نص عائلتي، أجيب أسلطة على رقبتي مرة ثانية؟ مستحيل أستاذ علاء. العملية هزة سياسية مثل ما قال أستاذ صباح، أكو أجندات مرتبطة على المستوى الإقليمي الدولي دي يصدروها من خلال الإعلام، وإحنا للأسف يعني ناسنا بالداخل ما تعرف، ما تجيد التعامل مع الإعلام بشكل صحيح حتى ترد برد أقسى مما ممكن أن يوجه إلى العراق. هو ابتزاز، ابتزاز هو كله. واضح المسألة. لكن هل توجد قواعد لحزب البعث في العراق؟ نعم توجد، أنا أكد لك هذا الموضوع. وإحنا قبل يمكن الانتخابات أو بعد الانتخابات تم إلقاء قبض على مجموعة من الخلايا في الديوانية والسماء وكثير من الأماكن. زين، فموجود الموضوع، لكن هل ينجح؟ لا، من سابع المستحيلات ينجح. أبداً أبداً. زين، هنالك جيوش إلكترونية، أنا شفت اللقاء مال رغد بث على التويتر وعلى الفيس، وهذا جيوش إلكترونية تدخل للصفحة مؤسسة قبل شهرين وبس صورة واسم، جيوش إلكترونية تشجع وتصفق وهذا. هذا موضوع مؤسس يعني دي يتخذ اتجاه آخر، لا أكثر ولا تسويق. تسويق. الدكتور جميل رماح الحسناوي، الأستاذ صباح العقيلي، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطع من مقالنا الأخيرة الذي حمل عنوان لماذا أطلت الأفعى برأسها من جديد، الكاتب عباس سرحان. لماذا أطلت الأفعى برأسها من جديد، الكاتب عباس سرحان. ادعت ابنة صدام حسين رغد أنها ستستقبل بالورود حين تعود إلى بغداد حاملة جثة أبيها الذي أعدمه القضاء العراقي بعد محاكمته عن عدد محدد من جرائم القتل العمد والإبادة الجماعية التي اقترفها. من الواضح أن رغد أضحت في السنوات الأخيرة بضاعة تحت الطلب للقيام بأي دور يلحق الأذى بالعراقيين وخصوصا ضحايا أبيها، فهي جاهزة لتنفيذ أي تكليف من دولة أو جهة دولية تريد الأذى بالعراقيين. تصريح رغد الأخير الذي قالت فيه إن جثة صدام ستعود قريبا إلى بغداد بترحيب شعبي واسع، فهو يندرج ضمن محاولة أردنية لابتزاز العراق بعدما عصفت الأزمة الاقتصادية الخانقة بالأردن وتسببت بمظاهرات عارمة في عدة مدن أردنية في وقت سابق. مرحبا بكم مرة أخرى وأجدد ترحيبي
به ضيوف الأكارم الدكتور جميل رماح الحسناوي، الأستاذ صباح العيال. أستاذ صباح، ليش لا سمعنا ولا جاي نسمع عن ملاحقة أو نية ملاحقة لرغد عن الأموال التي استولت عليها والتي تنفق منها لتمويل مجاميع إرهابية وما أشرت إليه في قضية سبايكر، وأيضا تنفق هذه الأموال على عمليات تجميل والمكياج وما إلى ذلك؟ يعني أعتقد هذه القضية تدخل من صميم أولا السيد السوداني، يعني والكل يعلم جيدا بأنه بدأ السيد السوداني لديه اتفاقات مع دول، قد يكون بأنه الدول العربية أولى أن يكون هنالك اتفاق بداعي بأنه هو حرصهم على سيادة العراق، على عملية الديمقراطية، على مصالح الشعب العراقي. وبالتالي أنا أعتقد بأن القضية هي تحكم العلاقات. الآن مثلا رغد الكل يعلم هي كانت في الأردن، بعد ذلك تحولت إلى قطر، ولحد الآن هي متواجدة في هذه الدول. لماذا لا يكون هنالك موقف؟ لكن تواجدها الحالي وين؟ بالأردن. رجعت الأردن، اللقاء في الأردن، لكن كإقامتها هي في، يعني كل يعلم جيدا اختها الثانية وأمها في قطر، في قطر. فهي لعله بأنه جاي زيارة مثلا، بس أنا اللي الكل يعلم جيدا بأنه هي الآن إقامتها في قطر لا في الأردن، بعد ما صارت ضجة مع الحكومة العراقية وتم حقيقة إخراجها من الأردن. إذن موضوعنا هذه شو وقت، عفوا شو وقت صارت الضجة؟ قبل ثلاث سنوات تقريبا، أربع سنوات. هي بعد لا مو العربية، بال21 صارت. قبلها كان، يعني هي كانت في وقتها، هي كانت في قطر من تم اللقاء مع قناة العربية. إذن القضية، الفكرة يعني بأن القضية لا تشمل فقط رغد، بأنه هنالك رموز هي معادلة لعملية ديمقراطية في العراق، معادلة للعراق. هنالك شخصيات مثلا حتى نتحدث، هنالك شخصيات في تركيا، طارق الهاشمي هو محكوم بالإعدام. هنالك شخصيات كثيرة موجودة في الأردن، موجودة شخصيات في مصر، في قطر، في اليمن، وبحق الدول. هذه قضية أنا أعتقد بأن هذه يعني تدخل ضمن مساحة ودور الحكومة في التفاهم مع هذه الدول. مثل ما أنا حريص على عدم تهديد أملك الداخلي، فأنت لابد أن تكون حريص. هذا إحنا اللي نتحدث عليه بقضية معادلة المصالح المشتركة. المصالح المشتركة هو مفهوم عام، المصالح كانت اقتصادية، أمنية، سياسية وغيرها. إذن أنا أعتقد القضية الآن تدور في مهمة السيد السوداني في حسم مثل هكذا أبواق أو هذه الأفعى كل مدة، وتهز الرأي العام، وتتعرف بأنه هي مدعومة من قبل جهات وهنالك مواقع. إذن أنا أعتقد الآن الحكومة تتحمل مسؤولية أولا تفاهم مع الجانب القطري مثلا. إحنا لدينا علاقات جيدة مع قطر، بأن هذه الشخصية أما تسليمها مثلا أو إخراجها من قطر. أستاذ صباح، هذه الممارسات أثناء وجودها في الأردن، قطر شنو دخلها؟ هذا الممارسات والظهور الإعلامي لرغد من خلال تواجدها في الأردن، هي اللقاء هسه لقاءها الآن في الأردن. نعم في الأردن، واللقاء السابق أيضا، يعني كل الممارسات السياسية جاء تقوم بها خلال تواجدها في الأردن. هسه بالنسبة لها أنا حسب ما أعرف بأنه طلعت هي من طلعوها، يعني الملك الأردني هي كان هي ضيفة. نعم. وبعد ذلك أنا أعتقد بأنه حل قضيته في قطر، انتقلت إلى قطر. وبالمناسبة أنا أغلب العائلة موجودة في قطر. سؤال بعد إذنك، يعني من الناحية القانونية هل يحق لرغد أن تمارس دورا سياسيا في العراق؟ سيدي ما ممكن الآن. أولا أنا أقول من الناحية القانونية، أولا بعد إذنك يعني. هي الناحية القانونية ما ممكن. جيد. ما ممكن أولا هي تسوق للحكم البعثي، وإحنا عندنا بالدستور محظوظ خلاص انتهينا. نعم. القضية الأخرى هي متهمة في قضايا إرهاب. جيد. سبايكر وغيرها. جيد. بل حتى في بداية الكل يعلم جيدا بأنه كانت هي جزء ولديها مجاميع تعمل في كل المحافظات. فإذن هي متورطة في عمليات إرهابية كثيرة. إذن كيف تكون هذه الشخصية مثلا لديها غطاء قانونيا في أن تكون عنصر أو شخصية بارزة في العملية السياسية أن تدخل؟
إذا أنا أعتقد قضية كم من الأموال ليس لديها مستقبل في العملية السياسية. كل ما هنالك الفكرة هي أداة لابتزاز الدولة العراقية. أنا سؤالي هذا هي واقع تلعب بها هذه الدول ودفع بهذا الاتجاه كل ما هنالك، ولا لا تمتلك أولا لا تمتلك شخصية سياسية ولا تمتلك إمكانية حقيقة أن تكون رئيسة حزب أو غيره كل ما هنالك، بأنه هي أداة. وهي لحد الآن أنت الكل تعلم جيدا هي دائما هسه الآن تنظر بعودة حكم والدها وهذا الكذبة الكبيرة بأنه وفاته، وهذا أين هو وفاته؟ ما موجود وفاته طبعا، هي عملية تسويق، وهذا حقيقة هو عملية يعني تسفيه العقول العراقية. لكن مثل ما يعني الآن نحن جيل ما قبل 2003 نعلم جرائم البعث وصدام، لكن المصيبة الأكبر الآن بأنه الذي جاء بعد 2003 ولم يشهد حقبة صدام اللي كان حقيقة كل شمل كان عادل في ظلمه في كل العراقيين يعني على كل الجوانب. هذا سؤال إشكالي كبير يا أستاذ صباح. يعني التقصير الواضح من قبل المؤسسة الحكومية في إيضاح وإبراز الجرائم التي ارتكبها النظام البائد. يعني أنا أعتقد ليس مسؤولية الحكومة فقط، أنا أقول مسؤولية المنظومة الإعلامية، لكنها الراعية لكل الفعاليات، مسؤولية المفكرين الأكاديميين المؤسسات الإنسانية مؤسسات حقوق الإنسان. لا يمكن أنا أستاذ صباح أعتقد يعني إذا تسمحوا لي بالمداخلة أعتقد فشل الطبقة السياسية ما بعد 2003 أدى إلى أن يذهب هذا المواليد ما بعد 2003 إلى يمكن اشتياق أن يروا فعل ذاك تلك السلطة أو فعل حزب البعث حقيقة. يعني فشل سياسي كبير أدى إلى تفكيك جزئية كبيرة من المجتمع، تدمير الاقتصاد، بنى تحتية منهارة، انبطاح تام على المستوى الإقليمي والدولي. أعتقد أنه المواطن العراقي الشاب الصغير اللي عمره اليوم 17-18 سنة من نشأ ولد ونشأ بهاي الأجواء بدأ يعني يذهب إلى منطقة عقلية أخرى، منطقة وعي أخرى. لو كان النظام السياسي نجح أو سمحت الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح النظام السياسي بعد 2003 كل هذا ما راح يكون يصير. يعني استاذ جميل جانب التسويق، العفو استاذ علاء، جانب التسويق الان بعض المواقع حقيقه وحتى اكو قنوات طبعا هي تحاول ان تركز على الجانب المظلم في اداء الحكومه في قضيه الخدمات وغيرها، وتبرج الجانب السلبي بفشل الطبقه السياسيه مثل ما تفضلت، وبان الحزب البعث كان كذا وكذا وسوف ويفعل ويفعل ويفعل. هذا حقيقه هو لا ينطلي علينا ولا على الاستاذ جميل ولا على حضرتك، على هذا الجيل الجديد اللي هو لم يشهد حقبه الصدام والظلم. ولذلك استاذ صباح انا اقول اذا هذا تحدي لمن؟ للتحدي للمؤسسه الثقافيه. المؤسسه الثقافيه المرعيه من قبل الحكومه طبعاً يعني او الدوله. المسموعه والمرعيه يعني شوف حقبه النازيه دور لازم. حقبه النازيه كيف وثقت من قبل الالمان؟ يعني هناك متاحف ومعارض وفعاليات سنويه لاحياء ذكرى المجازر التي ارتكبت في الحقبه النازيه. كل هذا ما شهدناه بالعراق منذ عام 2003 والى يومنا هذا الا ما ندر، الا ما يقوم به بعض النخب. يعني انا اعتقد بانه القضيه حتى احنا نطرحها يعني في قناتكم، هذه قضيه الصفحه المظلمه من النظام السابق. يعني انا وجهه نظري بانه كوزاره التربيه وكذلك وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ان تكون جزء من مناهج التاريخ العراق حتى نفهم التاريخ، هذا جيلنا الجديد يفهم التاريخ صحيح. يقول بان هنالك حكم ظالم دكتاتوري شمولي شوفيني قتل ابناء ونطي، هذا 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 حقيقه هو هذا السبب. انا جانب نعم هذا هذه الحلقه انا المفقوده بالقضيه ممكن نسوق. وكذلك مثل كل مهرجانات سنويه في كل حادث، في كل حادث ان يكون هنالك تنسيق ما بين كل وسائل الاعلام والثقافيه والتوعويه والقنوات الاعلاميه والمسموعه، وانبغز بانه بهذه حتى لا تحدث القطيعه المعرفيه بين لاي عنصر إن كانت رغد او غير رغد، بأنه توقف. كل الشعب العراقي واعي وفاهم اللعبة بأن هذا الحزب البعث حزب صدام المقبوح لن يرجع أبدا بغض النظر أي محاولة من المحاولات. أنا أعتقد بأنه ممكن مواجهته ليس من قبل وسائل الإعلام بل من قبل الشعب. اليوم الشعب العراقي واعي. إذا القضية أنا أعتقد مثل ما تفضلت بأنه القصور في الجانب التوعوي هو الذي جعل من رغد ضمن قراءته بأنه سوف يكون هذا الخطاب
تسويق ناجح وبأنه سوف يرجع هذا الحكم وبأنه نحن الشعب العراقي كان يعيش في رفاه. هذا عملية التضليل، هذا من اللي يكشفها؟ طبعا القنوات والمفكرين والأكاديميين، لكن هذا لا يعفي الحكومة العراقية ومؤسساتها بأن يكون لها دور أيضا في كشف هذا الجرائم. أيضا مؤسسات المجتمع المدني، صحيح، كلش صحيح. دكتور جميل، شنو اللي يمنعنا من أن نسوي ترميم، نسوي صيانة لمنفذ طرابيل ونغلقه فد أسبوع بس حتى نشوف الأردن إيش نقدر نسوي؟ يعني أنت هذا التبادل التجاري إذا انقطع عن الأردن راح تواجه مشكلة داخلية. خلي ننزل عنوان صيانة لمنفذ طرابيل. يعني أستاذ علاء، للأمانة يعني أنا أريد أحكي بلغة أخرى. نعم. شوف، كل الدول تحمي يعني داخلها من خلال عمل مخابراتها خارج الدولة. جيد. إحنا مصيبتنا بالعراق إنه إحنا مخابراتنا جوا ما جاي يطلع راس. يعني شوف، كل أنا قلت لك ضربت لك مثل ما الريشاو من شلون دخلت المخابرات. اليوم تركيا، سواء الأردن، السعودية، كلها عندها ضربات مخابراتية في الدول المجاورة، وإحنا شفنا سوريا بدون أدنى شك. يعني سوريا شفنا سوت بها المخابرات مال الدول العربية، يعني مو البعيدة. زين. طيب احنا اليوم اني لما يتم الاعتداء علي بعمليه ما، طيب شنو دور المخابرات مثلا بهذه العمليه؟ مثلا شنو دور الامن الخارجي؟ يعني هاي عمليه التنسيق بين المخابرات ووزاره الخارجيه ما اعرف شنو دوركم يعني مثلا؟ هاي مشكله، هاي اشكاليه كبيره يعني. زين، هذا جانب. يجي على الجانب الاقتصادي، انا هسه تركيا عندها 30 قاعده بشمال العراق. زين، الأردن ماخذ صفح وناس تصرح ومحتوي كل حزب البعث والقيادات عنده وها ويوميا هذا بجير علي وراح أجيك. زين، شنو دور الاقتصاد اللي عندي؟ يلزم أقطع الحدود وقف التبادل التجاري على الأقل تقريبا. ليش ما نقدر نسوي؟ واروح جبناء والله طبقة سياسية جبانة يشهد الله، لأنه أنا مال أجي أجامل على دماء أبنائي بهالطريقة هاي فأنا جبان والله العظيم. أنا جبان من أجامل على دماء أبناء شعبي بهذه الطريقة وأذهب بالعراق إلى مدخل جديد ممكن أن يدمر. أنا ليش أقول هذه قضية جبن أستاذ علاء؟ شوف أقول لك مثلا السعودية اللي هي مرتبطة بكل وشائجها بالفكر الأمريكي والمعسكر الأمريكي. نعم، لا شك. اليوم نفضت الغبار عن نفسها وقالت أوقف، زيادة بالنفط ما أعطيك، شو تسوي دوان؟ ايش علي بك؟ يعني انت روسيا تحارب اوكرانيا، تعال انا اسد شو اسمه ملف الطاقه والنقص بالبلاد، ما اعطيك انا هاي ومتوقف. شو تريد تضغط علي؟ لا، انا رحت للصين لعد والروسيا اللي هي السعوديه اللي تاريخها معروف بالعلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه، وصلت الى مرحله التطبيع وهناك اشتراطات ما تم التوافق عليها مقابل ورقه. زين. طيب اليوم العراق انت عندك فرصه سانحه كبيره جدا. اليوم المعسكر الروسي الصاعد والمعسكر الروسي الصيني مع إيران، مع كوريا الشمالية، اليوم الهند بدأت تتحرك لهذا المعسكر، تش منتظر يعني؟ هاي ورقة ضغط ما يقرب من نصف إيرادات الأردن من العراق. يعني هذا إيش بس استثمر؟ انهيار بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، أربع بنوك راح تنهار خلال هذا اليومين. اليوم الولايات المتحدة محتارة، يقول لك أنا أدعم البنوك يصير تضخم عندي، أسكت ينهار الدولار. طيب شنو استثمارها بالنسبة للسياسي العراقي؟ الدكتور جميل رماح الحسناوي، الباحث والأكاديمي وعضو مركز القمة لبحوث الدراسات، الأستاذ صباح العقيلي الباحث والكاتب في الشأن السياسي وعضو مركز الهدف، أنتم أيضا أيها الأحبة شكرا لكم. ولكن كتب معد البرنامج الخاتمة التالية: رغد ابنة الطاغية المقبور ليست رقما في أي معادلة عراقية، ولن تكون قطعا، ذلك مفروغ منه بشكل حاسم، وعلى الرغم من أنها حاولت أن تضفي على نفسها نوعا من الغموض، وهو تصرف لم ينم عن ذكاء، إلا أنها فشلت على الدوام بكل شيء ما عدا تأكيد صورتها الكالحة كواحدة منتمية إلى أقذر عائلة عرفتها البشرية. في أمان الله.